قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تفعل شيئا من غير علم زوجها لمصلحة الحياة الزوجية ولمصلحة العيال، وإن كانت تعلم بأنه لن يسمح لها بذلك؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان ذلك من حقها وحق عيالها لكنه لا يفعله الزوج، فيجوز أن تفعله بغير علمه، مثل ما قلنا أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم مقدار النفقة إن كان لا ينفق عليها وعلى أولادها، أو لا يعطيها ما يكفي. أما إذا لم يكن ذلك حقا لها ولأولادها، وإنما هي تراه يحسن الحياة الزوجية وطيب للبيت ونحو ذلك، فلا يجوز لها ما دام تعلم أنه لا يرضى. لا يجوز لها أن تتصرف في بيته وماله إلا بإذنه وعلمه. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.